بداية فعلا لازم يعني نتوقف عندها. مؤتمر شيك قوي شفناه امبارح واتقال من خلاله كلام في منتهى الأهمية، وتم استعراض إنجازات غير مسبوقة. يعني كيف رأيت هذا المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هم في أربع نقاط. نمرة واحد بتبقى مبدأ وتكريم، دي كانت أهم حاجة. نمرة اثنين التزام قديم، ثم توضيح، ثم التزام جديد. ده الملخص بتاع المؤتمر بتاع امبارح. المبدأ الأولاني وهو التكريم والمبدأ أن أنت بتهتم بالعنصر البشري، لأن العنصر البشري أهم حاجة في الدنيا ربنا خلقها. أن العنصر البشري هو اللي بيعمل كل حاجة، ده معجزة ربنا في البني آدم. فأنا لما أكون في النادي الأهلي بهتم قوي بالرموز بتاعتي، بكرمها المستشار فهمي كابتن حسن حمدي وكابتن حسن مصطفى موسيماني كابتن سيد عبد الحفيظ كله. العمال قبل دول ودول العمال الموظفين الجماهير كله والجماهير. فطبعا الكابتن ركز على الحتة دي تركيز كامل. فالمبدأ ثم التكريم، ودي حاجة طبعا أنا بحيي جدا عليها أنه ما فاتتوش. وقبل ده وده برضو بيشكر ربنا أنه وفقنا قوي أن احنا نعمل الإنجازات دي في الأربع سنين. الحاجة الثانية التزام. أنا كنت موجود في الانتخابات الأربع سنين اللي فاتوا، يعني كنت موجود في الفترة ديت وكنت بحضر دايما الندوات. كان هناك البرنامج ده كابتن شرحه امبارح وقال إيه اللي أنجز من خلاله في خلال الأربع سنين. صحيح. فكان شرح وافي. الحاجة الثانية توضيح. في شركات اتعملت، شركة كورة، شركة خدمات، شركة اللي هي البنية التحتية والاستادات، الحاجات اللي فيها بنية تحتية بتتعمل للنادي. فطبعا ياسين بيه منصور قال الشركة بتاعته بتعمل ايه، وقال ان في اربع خطوات، في خطوتين منهم اوكي خلاص تموا وبنشتغل في الثالث والرابع، بحيث ان 1/7 يكونوا خدوا كل المنظومة. طبعا الشركه الثانيه شركه الخدمات اظن الوزير راشد. نقطه في كده كابتن عادل، انا السياحيه والمنشات الرياضيه، بس احنا مش التفاصيل اللي عايزينها على قد بصراحه. بقى لما نيجي نتكلم عن نادي كبير، بيجي دلوقتي يعني رئيس النادي بيتحدث عن ما تم وان هو بيرشح نفسه مره ثانيه. هل حضرتك المشهد ده موجود في حته تانية شفناه؟ ما هي دي بقى النقطه، وهو ده الرقي، وهو ده الاحتراف اللي انا بتكلم عنه، او دي اللقطه تحديدا. يعني انا بوريكم كل حاجه، ويمكن الكلام ده انا وكريم قلناه في البدايه لما كابتن خطيب كل المعلومات بيقولها لك وبالواقع وبالورق وبالمستندات وبالصور.